بمعلقة واحدة من الكربونات تخلصي من أصفرار الأسنان واحصلي على أسنان بيضاء مثل اللؤلؤ في أقل من 5 دقائق. خلطة لتبيض الأسنان مثل اللؤلؤ. الأسنان البيضاء هي حلم الجميع الكبار والصغار من النساء والرجال والأطفال. توجد العديد من معجونات الأسنان المتوافرة في الأسواق التي تعمل على تبيض الأسنان وتفتيحها، ولكنها تحتوي على مواد كيميائية تسبب حساسية للأسنان والتهاب اللوثة ونزيف اللثة. ويوجد العديد من الطرق الطبيعية التي تعمل على تبيض الأسنان وإزالة الجير والإصفرار من عليها. خلطة لتبيض الأسنان مثل اللؤلؤ. يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تبيض الأسنان وتجعلها بيضاء اللون وذات مظهر جذاب، ومن هذه الخلطات الليمون وكربونات الصوديوم. من أجمل الوصفات التي تعمل على تبيض الأسنان بسرعة وفعالة جدا، وإليكم الوصفة بالتفصيل. المكونات: قطعة صغيرة من معجون الأسنان، رشة من كربونات الصوديوم، نقطتين من عصير الليمون. طريقة الاستخدام: في البداية يتم وضع قطعة المعجون على فرشاة الأسنان وعليها صودا الخبز والليمون. بعد ذلك يتم دعك الأسنان بالخليط السابق جيدا وفي جميع الاتجاهات. يتم ترك الخليط على الأسنان 5 دقائق، ثم يتم غسل الأسنان جيدا. يتم تكرار هذه الوصفة 5 مرات في الأسبوع. الفراولة وصودا الخبز: من أسهل الخلطات التي تعمل على تبيض الأسنان بسرعة جدا وذات نتائج فعالة، وإليكم الوصفة بالتفصيل. المكونات: ربع ملعقة من صودا الخبز، 4 حبات من الفراولة الطازجة. طريقة الاستعمال: في البداية يتم هرس الفراولة جيدا بواسطة شوكة معدنية. بعدها يتم إضافة صودا الخبز عليها وتقليبهم جيدا. يتم غمس الفرشاة في الخليط ودعك الأسنان جيدا في كل الاتجاهات. نصائح مهمة للحفاظ على بياض الأسنان: زيارة الطبيب كل فترة لعمل فحص شامل على الفم بالأسنان. استخدام فرشة ناعمة وتغيرها كل 3 شهور. استخدام معجون أسنان للتبييض. وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات. ثم تناول الفيتامينات والكالسيوم المهمة للأسنان. تناول منتجات الألبان والأجبان. شرب الماء بانتظام والابتعاد عن المياه الغازية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.